يقول السائل: طفت بالبيت 3 أشواط، ثم أقيمت صلاة العشاء فصليت مع الجماعة، ثم أتممت الطواف فبدأت صلاة التراويح فصليتها، وكان مجموع ما طفت 4 أشواط، هل أتمم الطواف أم أعيد؟ نعم. يقول: طفت بالبيت نعم. 3 أشواط، ثلاثة. طفت بالبيت 3 أشواط، ثم أقيمت صلاة العشاء نعم. فصليت، ثم أقيمت صلاة العشاء فصليت مع الجماعة، ثم أتممت الطواف فبدأت صلاة التراويح فصليتها، وكان مجموع ما طفت 4 أشواط. السؤال ما هو واضح، يقول أتممت الطواف عقب صلاة الفريضة، حين يقول طواف 4 أشواط، فإذا كان إنه ما طاف إلا 4 أشواط وقطع الطواف ولم يكمله، فلا بد من إعادته من جديد، يعيده من جديد. وأما إذا كان صلى الفريضة مع الجماعة فلما سلموا أكمل 7 أشواط، فعمله هذا صحيح، لأنه إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي مع الجماعة ويكمل الطواف بعدما يسلم من الصلاة، ولا يقطع الطواف لصلاة التراويح، لا يقطع الطواف لصلاة التراويح، إنما يقطع الطواف لصلاة الفريضة فقط، وأما التراويح فيستمر في الطواف ويكمل طوافه. نعم.